طيب خلينا كالعاده الحقيقه نروح لزميلنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويسي الحقيقه المتواجد حاليا في العاصمه القطريه الدوحه، هنعرف منه اخر الاخبار الاستعدادات والكواليس المران الاخير النهارده لمنتخبنا وكمان التشكيل المتوقع للمنتخب بكره ان شاء الله في مواجهته امام نسور قرطاج. عويس اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن، الحمد لله النهارده اطمنا على محمد الشناوي، اطمنا على احمد حجازي، اطمنا على حمدي فتحي، الثلاثه شاركوا في المران. الشناوي كان بيشارك في المران بقوه، هتلاقي لقطات موجوده كور عرضيه وبيصد وبيترمي وبيطير والحقيقه انه انا فضلت مستني لحد ما عمل التراي على الكره العرضيه ومشيت عشان اطمن، انت عارف هو لينا ربع ساعه بس الفيفا بيسمح بيها مفتوحه في المران، فاطمنت في التراي اللي عمله الشناوي في العرضيه والحمد لله هو جاهز ان شاء الله بكره. حمدي فتحي شارك في المران، احمد حجازي شارك في المران، والحقيقه المصاب الوحيد اللي هو حتى النهارده النادي الاهلي قال على حالته، قال الدكتور ابو عبله قال انه ايمن اشرف بيتابع التدريبات التاهيليه، الوحيد اللي ما شاركش في المران وكان لابس حذاء رياضي مش حذاء كوره وكان بعيد عن المران هو ايمن اشرف، الباقي اللاعبين الحمد لله شاركوا وجاهزين لمباراة بكرة الحال اللي كلنا مستنيينها. طيب بفارغ الصبر إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن مباراة بكرة لأنه الحقيقة برضو كلام مهم جدا كان هناك زي ما قلت لك امبارح ونفس السؤال هسأله لك النهاردة لأنه سؤال مهم جدا ويهم كل المصريين وكل جمهور النادي الأهلي. أول امبارح في مكالمة خاصة الحقيقة ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة هنا كانت على في البيت الكبير، مكالمة خاصة يعني لجمهور النادي الأهلي، كابتن سيد اتكلم ان هو اتكلم مع كابتن وائل جمعه على ان اللاعب اللي هيلعب ان شاء الله، او اكد الكابتن وائل جمعه على ان اللاعب اللي هيلعب ان شاء الله هيكون جاهز بنسبه 100%. هل نفهم من كده ان محمد الشناوي طالما موجود في تمرينه النهارده وحمدي فتحي طالما موجود في تمرينه النهارده، هل ده معناه ان هم جاهزين او لائقين من الناحيه الطبيه ومن الناحيه البدنيه لمباراه غدا 100%؟ لحد ما احنا خرجنا من التمرين حمدي فتحي واحمد حجازي، لانه حراس المرمى كانوا بيتدربوا في مكان واللعيبه بيتدربوا في مكان تاني، حمدي فتحي واحمد حجازي بيتدربوا في مكان، بيتدربوا مع الفريق تدريب لحد ما احنا خرجنا، هم بيتدربوا تدريب بمنتهى القوه. محمد الشناوي مع الحضري بيتدرب في منتهى القوه ومعاهم محمود جاد ومحمد صبحي. الثلاثه لحد ما خرجنا برضو عشان لانه ممكن يكونوا بعد ما احنا خرجنا اللعيبه خرجت من التمرين، لكن لحد ما احنا خرجنا هم في المران وموجودين وبيتمرنوا بقوه، والحقيقه اعتقد انه المشهد اللي احنا شفناه واللعيبه وهي بتتمرن لا جاهزين ان شاء الله وجاهزين مشاركه في لقاء الغد، والحقيقه الثلاثه عناصر اساسيه جدا كيروش ما بيقدرش يستغنى عنها في تشكيله، فاعتقد ان شاء الله الثلاثه موجودين باذن الله في مباراه الغد.